السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، أتمنى إن شاء الله تكونوا بخير خير. معكم الموعد عندنا المغربي، حنا في دار المركز اللي عندنا في مدينة طنجة، هنايا في دار المكينة في نيوريال. هذه واحد الحالات من الحالات اللي كيجيو عندنا، حيتاش عندنا مدينة واد لو على حساب المشكل ديال السكوليوز، كان عند الحجاج في الحوض. يعني بدا تشوفوا الصور ديالو شحال واحد البداية ديال الفيديو، مدة سنة واحد السنة هو كيعاني من هذا المرض هذا، المهم دار جميع المحاولات باش يتعالج. الله تعالى سبحانه وتعالى ملي سمعنا حلينا لنا السومبر ديالنا في طنجة، جا عندنا هنا السومبر ديالنا ومع قدام العلاج خضر معنا واحد شويه الوقت، ولكن الحمد لله ربي جاب التحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن تشوف الكاميرا. السلام عليكم خوتي المغاربة. انا كنت عيان بالسياتيك، داني السياتيك اول مره عندنا اول شهر 4، وبقيت ماشي هذاك معاه شهر واحد وقع لي الحويجات، كنت عوج يعني خاطره 100%. ودابا الحمد لله مع السي عدنان يعني كاين التحسن، واحد 80% ديال العلاج، باقي لي شويه معاه ان شاء الله يكمل بخير. ممكن شي حوايج تشوفوا العواج اللي كان عندك؟ واخا ممكن بخير. وقف الوقفه ديال وقف نورمال كنت شايله. ما داز هنا انت وقف دابا نورمال انت حد رجليك. دونك جا تشوف الدوبيير جنرجلي سوال ها قف قفنا المهم عندك سكوليوز، يعني كان عندك شوف مالها سكوليوز تقرا لك شويه كيما كتشوفوا هادو هما الاطراس، هادو ملي كنعوجو ملي كنعمر العمود في القرية عوجو ولا عندو لا سيكاتريس بالنسبة للعوجاج. انت ممكن الضو كتشوفو انت مظهر ديالو دابا، دابا وصلنا 80% ديال العلاج، مازالو 20%، نهضرو معانا واحد المدة صغيرة ديال الوقت. يعني كنتبعو بالمساج والتقويم، مساج والتقويم بالنسبة للدار ديالو كتسمح ليا دابا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى غنتفرج عادي نورمال. قلتي لي هذا نجرب شحال من حاجة؟ جربت شحال من حاجة ديال الحجامة، الحجامة كانت يعني الحجامة المفعول ديالها كتحيد شوية الحرام وكتعطي شوية الراحة النفسانية صافي. مورا تعيش العلاج. وانا دابا انت راك عندك سكوليوز كنعاود في قريعه واش عندك؟ كعندي راه الحاله ديالي كنعاود في قريعه واش عاود يطلع في وجهي في لومبير وطلع واش طلع في السر اللي كنعاود يعني ولا عندك داير هكا. ايوا خاصها كنقرا خاصها كنفكر في الصور، يعني درتي معنا مده تقريبا شهرين دابا شهرين زياده. خاصها الحمد لله كاين التحسن ونتمنى ربي يتابع. كاين التحسن بالنسبه للصور اللي عندك ولا باين شهرين ماشي دابا بغات بغات تصبح لك كيف تلتزم، يعني كتجي الحفظ ديالك كتجي ديال المصري الحسن خويا اخ ديالك كاين هذا في طنجه وكتجي لك هذاك التقويم ما فيهش تقويم وفي الله سبحانه وتعالى راه ربي جاب الحال حتى واخا العمليه ما كانش تجهد ما كتجي نرجع وما كتجي نغامر براسي من العمليه. خاصها صار في واحد الحاله تلاقي راسو عندها سكولوز سكولوز 100% يعني مش عارف العام اللي فيه خالي وتحمل هانتوما يا خويا خواتي واش عرفوا راه هضرت معايا شهرين وانا كنخدم معاه التقويم والمساج التقويم والمساج قدم له العصب بالمساج وكنديروا له التخويم حقاش لا سكوليوز هو يعني عوج من العمود الفقري اللي كيرجع ميليم بميليم ميليم بميليم وتخلي المريض يرتاح شويه وتعاود تخدم له ويرتاح شويه وتعاود تخدم له حتى كيجي والله التيسير. يعني باش باش الانسان عنده واحد السكوليوز 80% راه الحمد لله راه من الله سبحانه وتعالى كاين ولا ما كاينش؟ كاين الله يرحم الوالدين الله يرضي الله يشافي الجميع امين. باش كتنصح الناس اللي عندهم سكوليوز وهذا المرض؟ نصح انهم يشوفوا الاختصاصي للعمود الفقري التقويم هذا هو العلاج ويبعدوا الماء السخون يبعدوا الماء السخون والحمام يعني الماء السخون حتى الدواء هذه كتزيد العويج دابا الدواء تيكونوا من الانسان الله يحسن العويج تيكون مريض تيكون اللي قالوا له كيتشبت به الا كي كان مول حريق خوتي قاعد الدرك صحتو تزيد العواج. المهم حنا كنديروا مجهود كما الله مرحبا بكم اخوتي خواتي في السلطه اللي عندنا هنا في طنجه والسلطه اللي عندنا في سلا والسلطه اللي غنحلوا في مدينه كازا ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي يبداو موضوع عيد كبير. واش الاستفسار وصلوا على القناه ديالنا ولا صفحتنا على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وشي بفضل الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله تكون ان شاء الله 20% يبقى تكون دوا في سيمانه ان شاء الله.